وماتت شهرزاد عبد الدايم شخرم. طبعا كلهم راحوا يعملوا الواجب. يا شهر، قالوا لي شهر ماتت بكيت عليها شهرين. ما تصرخي ولا تعملي اي منظر، عندنا واجب. العزة ده مفهوش اكل. يا شهر، حتة زيادة من عندي. يا نهار ابيض حبيبي بنفسك، وكا لله. كل سنة وانت طيب مع الباشا. كل سنة وانت طيب فندم. كل سنة وانت طيب. نورت القبة. اهلا وسهلا. وحشني قوي بابا نويل. مش مصدق نفسي وجاي ايدك فاضية. فين الهدية؟ ما نجيلكش في حاجة حلوة. وانت تعرفه؟ مالك في ايه؟ انت متقراش تاريخ ولا ايه يا جدع انت؟ ايه دخل التاريخ بالحركة دي؟ مش فاهم. بس مزنون. ماشي، انا بسألك على الراجل، تعرفه؟ جهلة. ده محمد علي اللي أسس شارع الهرم وشارع محمد علي. ما بتقروش كتب يا سر؟ طب كلمني باحترام عشان انا برضو في الاول وفي الاخر وزير. اقول لك ايه؟ مالك؟ هو الحمام واجيلكم وان فور ذا جيم بس. طب يلا يلا يلا، اتكل على الله، ربنا يفك حسرتك. وايه اللي جاب محمد علي الهرم؟ مش يا منور يا حاج محمد. ايوه كده، ايوه كده. انت بيت في الحمام محمد علي ده، قرفني اسئله عنك. بقول لك ايه، خدت واحد جيباز بره. يا لهوي، مع واحد بوتكا. يا لهوي يا لهوي. لم بقى لم، عشان شكلها يبقى وحش تاني. بقول لك ده انا اجيب لك بوتي هنا بقى، اجيب لك بامبرز وانا قاعد. تاخدي واجب عزاء الست. قومي. انا بحب قعده الرجاله، ما بحبش قعده الستات. حاضر. اختي مش تجيبي لك عبايه سودا؟ مش جايه عزاء. وايه التعبان اللي على دماغك ده؟ جايه تخوفينا بيه ولا ايه؟ ماذا تقصدين؟ ماذا اقصد؟ هقصد ايه؟ هقصد ان عيب عليكي تبقي لابسه الذهب ده كله ومش قادره تجيبي لك عبايه سودا ب 100 جنيه. انا ملكه. ملكه؟ ملكه ايه يا كليوباترا؟ ده انت البوكس اغلى مني. ملكه ايه كليوباترا؟ ده انت بتتباعي فرد. كلك خشب، لازم تتفركي. قولي لي، انت كليوباترا العاديه ولا كليوباترا حمامات؟ انت يا ولية. بصي الست بقى والروقان، بصي نضارتها السودا، منديلها الاسود، فستانها المحترم. تكني لو انت العلبه منك بشلم. يا شهر، انت مش احسن مني، انا وزير، انا ما براش لحد. بس انا عاجبني القبه، الحجم ومنجد ومظبط. انا جاي اتاكد انت حقيقي ولا لا. انت حقيقي؟ حقيقي. انت بتتكلم كمان، انت سابخ فين يا حاج؟ بص انا عاجبني تاريخك بصراحه، يعني انت راجل مؤسس حضاره ونهضه وتمام. بس اللي انت عملته مع العيال في مذبحه القلعه ده مش مجدعه منك، واخد بالك؟ لان دي بالنسبه لنا اسمها تخفيله. والواد اللي هرب من المذبحه دي عندي مخزنه جوه، وانت في ارضنا انا ممكن اعلقك اربعه من شبرا يظبطوك. انا ضيف عندك. نعم؟ ضيف عندك. انا سامعك بتتكلم بس مش عارف منين بصراحه. يا شاه. يا شاه. هات ولادك. يدوم العز. ما تعيطش، خد بالريقك، ده انت قربت تختفي. قوم. مد ايدك. اجيب لك شاليمو ولا احطه لك في محلول؟ النبي تلاقيه ما بيعيط على ميته، ده تلاقيه بيعيط عنده اسهال. الاسهال شفتك خالص.
بس حطها هنا قبل ما تموت. يلا حطها وفرفر مع نفسك. يلا البقاء لله. يلا الحمد لله يا جدع. اما خدت واحد ويسكي بره يلا يلا وي ويسكي بالثلج بالبيبسي واورنج يلا يلا يا حبيبي. ما اللي انت بتاخده بره ده بيسهل لك الموضوع وبتقرفنا جنبك. ما كنتش تاخد حاجه بره. بقول لك ايه، انا بعون الله ست قدام اي حد. يا عم انت ما بتشوفنيش ولا ايه؟ خلاص ما تزعقليش قدام الناس، ما تزعقليش قدام الناس. انت بقيت كويس خلاص. طب يلا روح من غير كلام. روح توكل على الله. يلا 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 يلا. يا شهر قطعتي بينا يا غاليه، يا ريتك كنت قعدتي للشهر اللي بعده. يا جماعه اليوم كان اصلا متعب قوي وكان صعب وكان مكلف قوي. مكلف فين؟ ارحم نفسك. وانا لقيت شاي وقهوه اقدمهم للمعازيم. ده انا لقيت شويه شربات فاضلين من خطوبه الملكه بلتهم ودتهم للناس. شاطره يا اختي. بس خدت بالكم من حاجه يا جماعه؟ ايه؟ كان في حاجه بتهبش كده في القبر بعد ما دفناها. ايوه انا سمعت الصوت ده. بقول لك ايه، يكونش دفناها صاحيه. يا لهوي دفنتوها بتلعب. اسكتي بقى. المهم دلوقتي اول ما يضرب جهاز الانذار هنشوف وريث جديد من ورثه شهرزاد عبد الدايم. عايزين نعرف حياته ماشيه ازاي وبيعمل ايه. جرس الانذار هو جرس الاعلان عن وجود وريث. لما الجرس ده يضرب في المملكه ده معناه ان واحد من الورثه لبس واحد من خواتم الحكم، ولازم كل الحاشيه في المملكه يتجمعوا عشان يقرروا اذا كان الوريث ده ينفع ولا لا. وده لان الملكه بتاعتنا ديمقراطيه قوي. ديمقراطيه الملكه بتاعتنا في ان كل الحاشيه بتقول رايها، بس طبعا قرار الملكه هو الاساس. بترمي كل الآراء في الزبالة. هم بيعرفوا إن الوريث ينفع ولا لأ منين؟ عن طريق الكورة السحرية. بتعرض حياة الوريث وعلى أساسها بيقرروا هل ينفع يبقى وريث للعرش ولا لأ. ما تيجي نشوف. بقول لك يا معلم، بقول لك ايه، انا شايفك عمال تشرح وتهندس مش كيميا، هي دي سبوبه يابا. انا عايز اول ما بطل يغني على طول انت بقى تريك ان على تريك اوت على امورس على كلوز اوف على ريحه شرابه على طول. ماشي؟ لا دي بقى مصطلحات بقاله مش سينما. ما هم اللي قالوا لي كده. انا مالي؟ طب بقول لك ايه، خلينا ادورها لك. ايه يلا مفيش احتراف في اللوكيشن عشان انا اللي جايبك. بتهزق انا بتهزق. ماشي خليني ادورها لك. هتدورها انت دلوقتي على المونتير. طب يلا اديني الوضع. ها يلا يا جماعه جاهزين؟ يلا. ايه يا فايزه، اكثر من 12 مره كلمتك ما ترديش. جري يا فايزه، اوردر كله واقف عليكي. الراجل مستنيكي من امبارح اصلا تروحي له. ما انا ليه كده في حدايا الاهرام؟ انت تستهبلي؟ منك يا فايزه لما تكوني مش عايزه. الاوردر كله واقف عليكي، فاهمه ولا لا؟ خلصي اللي في ايدك وتيجي على طول. يلا مستنيكي. باي باي يا فايزة. سلام. باي باي. سلام. استنيك. يلا يا جماعة الشمس بتروح مني مش كده. تعالى يا مين ياض بتزعل ايه؟ انا ريجي، انا اللي مدورها. مدور ايه يا حبيبي؟ مدور اللوكيشن. يلا انت بتاخد كلامي يلا، انت بتزعق مكاني يلا. ايه ده؟ هو انت مين؟ انا المخرج. المخرج؟ يا ساتر يا رب. ايه ده، ما عرفتكش ازاي بالفيست والنضاره الشمس؟ انا اسف جدا يا ريس. نظر ما هقول لك ايه. ولا روح اعمل لي شاي. حاضر هعمل لك شاي. ايه؟ تعالى انا هربيه. انتاج؟ ايه؟ اغمر يا استاذ. عمل ايه؟ قول لي عمل ايه؟ يا حبيبي انا عايز اشتغل، مش كل شويه حد يجي يعطل. قول لي عمل ايه الواد ده دلوقتي يا استاذ وانا هعقب؟ من غير ما اقول لك، الواد ده اخر يوم، لو ما تجيش بكره يلا. هو ايه اللي ما يجيش بكره؟ اذا كان اصلا الاوردر ده هو يوم تصوير واحد بس. يا عم روح يا عم. الناس هو ايه دول ولا ايه؟ اهدى بس اهدى، عايزك تهدى. انا لازم اهدى طبعا. انت حبيبي. ايه؟ ولاء وغادة يبقوا عندي النهارده في البيت، الشقة فاضية بقالها يومين. ولاء وغادة اللي هم التوأم الملتصق دول؟ أول بنت دي أول. إيه اللي بيعجبك فيهم؟ أنا مش فاهم، أنت غريب قوي أنت راجل. أوعى تطنشني. بقول لك إيه يا ابني؟ أمر يا أستاذ. عارف قصة الأستاذ أحمد السقا؟ عارفه يا أستاذ. عارف بقى قصة الأستاذ أحمد رزق؟ عارفه يا أستاذ. طب عارف بقى قصة الأستاذ أحمد عز؟ عارفه يا أستاذ. أقول لك حاجة؟ اعمل لي قصة الساحر. والله قعدت كنت موت من الضحك.
بس انا قلبتي وحشه فاهمه ولا لا؟ هتشوفي شغلك وتنزلي الاوردر ولا لا؟ هنزل طبعا. ارجعك البلد اجيب اختك اللي بتحط كحل وماسكه موبايل؟ لا هشوف معايا نمرتها. وانتي حاضر هتعملي شغلك؟ حاضر هعمل كل حاجه. هو جمله واحده بتقولي انا ما اعرفكوش انتوا مش ولادي فاهمه ولا لا؟ حاضر كل اللي انت عايزه اعمله. ماشي خلاص. وانتي اسمك ايه؟ اسمي علويه. علويه؟ لفي كده يا علويه، انت من النهارده اسمك ولاء مرجحه، هتخشي على الناس كده في اللوكيشن وتضحكي ضحكه حلوه. يلا اضحكي ضحكه حلوه. لا يا ولاء كده هزعل منك. اتعلمي اتعلموا الضحك بقى، انا هفضل اعلمكم لحد امتى؟ اضحكي ضحكه حلوه زي بتاعتي. يا استاذ المشهد ده اللي فيه البوس. بص ايه يا سعد؟ ها ودي مين دي يا حبيبي اللي عايز تبوسها؟ لا يا حبيبتي انا بقول مخرج عشان ابوسك انت يعني. بحسي ودي مين البت النفخ دي كمان؟ ها مين اللي اختارها؟ الاستاذ سعد. سعد والله العظيم ما انا. يبقى الاستاذ المخرج. مخرج؟ لا مش انا. يعني ايه؟ ها جت لوحدها ولا ايه؟ لا ما انا عايز اعرف. ايه ده بتكلمني انا؟ اسمعي يا انت، انا فنانه محترمه. فنانه منين؟ ده انا ما استعنكيش حتى فالنا عندي. ده انا ما شفتهاش في لا لا عصبتني عصبتني وحي. انت فين الشيشه بتاعتي؟ اوعى تكوني ست جابها كنتالوب. عمر اقسم بالله عمر. شكرا يا حبيبي مش محتاج تقول. نورت يا ست الكل. يا استاذ سعد جبت لك الاربع بنات قلت لك عليهم ومعاهم البنت لولي مرجحه. يا لولي تعالي عيوده تعالوا كلكم تعالوا. خشي بقى يا لولي اتمرجحي في اللوكيشن يا خيل. لولي ومرجحه انت مين يا حبيبي بتعمل ايه هنا؟ انت اللي مين؟ انا ريجي اهم حد في اللوكيشن ده. انا اللي بجيب البنات. ريجي وبيجيب بنات؟ لا ده اللي هو بيجيب المودلز اللي هم البنات والولاد لما بيبقوا في اللوكيشن. ما تقلقيش كل حاجه هتبقى زي منوره. انت مين؟ بس يا مدام الاستاذ المنتجه. ايوه ابوس ايدي. طب بس يا جماعه الشمس بتقع مني والنهار بيروح. يلا سكوت اكشن. لا ثانيه واحده بقى اكشن دي بتاعتي انا ما ينفعش. لا يا حبيبي انا اللي بدفع الفلوس يبقى انا اللي اقول اكشن معروفه. ده الشكل قدام الناس مش هينفع. بلا شكلي بلا مشاكلي. لا يا حب اقول لك ايه، اقسم بالله اجيب الواد الريجي ده اعمله مخرج في ثانيه. لا خلاص طالما كده خلاص يا جماعه تنيلوا اشتغلوا اكشن. لسه ما قلت السكوت. استاذة هدي نفسك محدش واخد منها حاجة. اوف عايزك كلمة في ودني. عايز ايه؟ قولي. يا حبيبي كلمة في ودني. قولي في ودني بتديني ودنك. عايزين 200,000 جنيه عشان نجيب البريك. روح خدهم من العربية وما تنساش الكوليسلو بتاعي. من عينيا. يلا بينا نشتغل. يلا يا جماعة اكشن. ما قلت السكوت انا. سكوت. شركة الحرام للإنتاج الفني وتقديم فيلم نعسة 22/1 تاني مرة. استوب. اوعي يا اختي كده. جرى يا سعد مش سامع الاستاذ المخرج بيقول لك تبص لحبيبتك؟ يعني تبص لي انا وتغني لي انا؟ انا اللي جامده وفورتيكا مين جي يا حبيبتي؟ هي دي اللي بغني لها فلازما وشي يبقى في وشها كده كتير قوي ميك اب. يا اختي روحي الحق الميك اب احسن يسيح ونشوف القرد على اقصانه. هدي نفسك يا استاذه مش كده؟ ايه فهمه انا مين؟ قول له اني ملكه اللو بادجت. بالظبط دي ملكه قنوات السي. الاستاذه اللي هترجع عسل مقاولات. هدي نفسك يا استاذه. الحر سندوتش الريش بتاع الاستاذه فين؟ بريك. ولا حسين يا ست الكل على التليفون. ايه الو هوب دي ايه؟ مش حاجه بتصور اتفضلي. الو ايه يا حسين؟ يخرب بيتك. طب وانت جاي يا حبيبي تقول لي ما تنزل يلا رجاله قدام السليمات؟ هو قال لي هيعملوا ايه يا حبيبي؟ ما هي معروف ينزلوا قدام السليمات وكل شويه شباب يجوا في وسطهم ويقولوا ان فيلم حبيبي في المنور كله افلام وشيكس. حبيبي فين؟ في المنور. ويقولوا بقى ان الفيلم بتاع السقه مسروق من فيلم امريكاني. وخلص يا اخويا الله يخرب بيتك. الله ينور عليك يا استاذ. مع السلامه. وطمني. الو مع السلام. خد استاذ عايزين ننجز اليوم بيقع مننا. امشي بقى ده انت كلك اخبار منيله كده كتير. البنت دي زودتها قوي. لا انا مش قادره. تيجي ايه بقوامك يا ست الكل يا برنسيسه؟ بقول لك ايه؟ ايه العصير جاهز هاتهولي وزود التحبيش. مزود كل حاجه. اخلص على بركه الله. بس اوعي تدوقي هنا. بس خالص.
فنانتنا الجميله نجمه النجوم. لا بصي انا حاسه ان بشرتك كده بدات تهبط منك وبدات تتفي، فانا بصي جبت لك بقى العصير ده اشربيه، بصي هيخلي بشرتك منوره كده. ليلى علوي ميرسي، انت طلعتي طيبه قوي. ما انا عارفه. اشربي يا حبيبتي اشربي. الف هنا حلو من ايدك. حلو ميرسي. الف هنا ميرسي. اشوفك في الحلم. بتعملي ايه؟ انا مش فاهم. قعدت تقولي لي اقول اكشن اقول اكشن، اهو اليوم باظ. ارتحتي؟ بالنسبه لك يا حبيبي باظ، بالنسبه لي انا مفيش حاجه بتبوظ. ها وبعدين يا حبيبي اللي بيبوظ بصلحه عادي يعني. هتصلحي ازاي ابتزاز؟ البت الموديل اللي كانت عامله معانا الشغل النهارده تعبت، مش هلحق اجيب حد، مفيش وقت يا حبيبي. ما تتعب ولا تغور في داهيه كلبه وغارت. هي يعني كانت بتعمل ايه قاعده لابسه لي الكعب وعماله تهز وتوز؟ ايه يعني ما انا موجوده. موجوده تعملي ايه يعني؟ هرقص مكانها. ايوه. لا هتعملي ايه؟ هرقص مكانها. بقول لك اليوم باظ مش اتدمر. بقول لك ايه، انت كان نفسك تقول ايه من الصبح؟ اقول اكشن. بالنسبه لك انت قول اكشن. بالنسبه لك انت ميك اب. ملعونه ابو السمن بالذمه دي اخلاق. عايزين ناخد الاراء بس بسرعه عشان انا معدومي دي. انا رايي من الاخر كده، المطرب ده على قده ومالوش فيها. ارزاق ربك بقى هنقول ايه؟ بس بيت الموديل اللي معاه دي ايه؟ فورتيكا. هو ده رأسي ده، الله يرحم ايامنا، الفن اللي على اصل. الله عليك يا اما. يا ابني عيب ده امك. بقول لك ايه، انا شايف ان المنتجه دي لو قابلت واد شعره صدره حلو وعنده باي وتراي ممكن تنتج له فيلم ليه هو، يبقى اكشن. بس المخرج ده فاشل قوي. لا لا احترم نفسك. وماسك البتاعه دي فاضيه بقى لك يعني مش ممكن. احترم نفسك، انت اللي دخلك في انت تعرف ان المخرج ده واخد واحدك لوز اب ريحه شراب. اسكت اسكت. بس انا بقى البت دي مش داخله دماغي. ما هو مش كل واحد معاه قرشين يجري ينتج. دي اللي عندها اخلاق ولا ضمير ولا دين، عماله تضايق في الناس وتقطع عيش الناس. لا وبتتكلم على الناس. قال بتقول لك البت الموديلز نفخه. ده انت يا اختي اللي منفوخه على 33. ما هو من تدخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وعلى راي امي ادي العيش لخبازه حتى لو اكل نصه. سامعين ولا مطنشين؟